مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنناقش فيها عودة المشاورات في الكويت مع تصاعد المواجهات في تعز وبقية الجبهات. عادت المشاورات وعاد المبعوث الأممي ليطرح رؤيته بشكل أوضح، وهي التي كانت ملتبسة طوال أيام المفاوضات المتعثرة منذ قرابة أسبوعين. جاءت جملة ولد الشيخ عن الفصل بين مسار المفاوضات والأحداث على الأرض لتفسر هذا التعثر الذي طال أكثر مما ينبغي في الكويت، وباتت الآن الصورة أوضح. ستستمر الحرب، لكن الحرب التي تخوضها الميليشيا فقط، أما عمليات التحالف فهي متوقفة منذ إعلان الهدنة فيما سيسمى ما تقوم به قوات الجيش الوطني والمقاومة في حال الرد خرقا يستوجب الإدانة من قبل المبعوث الأممي. لا فرق بين ما قاله المبعوث الأممي وبين ما تطرحه الميليشيا منذ وصولها إلى الكويت عن ضرورة إيقاف الغارات من قبل التحالف العربي، وهذا هو كل ما يعنيه إيقاف الحرب بالنسبة للميليشيا، وهو ما صار أيضا مطلب المبعوث الأممي الذي أضاع طريق السلام في الكويت وعاد ليعبد طريق الميليشيا إلى الحرب. والحال هذا لا غرابة أن تعز المدينة التي تقع خارج كل الحسابات تصطل الآن بنار قذائف الميليشيا، فيما انتهت الجلسة الأولى من المفاوضات بعد عودة الوفد الحكومي إلى الفشل في إقرار ما كان يفترض إقراره. وسيبقى الفشل هو المصير الذي ينتظر الجميع إعلانه من الكويت مع استمرار تعنت الميليشيا وقيام المبعوث الأممي بتبييض صفحاتها بهذه الطريقة الفجة. عودة المفاوضات وتصاعد المواجهات في جبهات القتال في تعز وعدد من الجبهات ستكون محور حديثنا لهذا المساء، لكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود. تكرموا بالبقاء معنا. عادت مشاورات الكويت إلى مسارها مجددا فيما تزداد الحرب ضراوة في عدد من الجبهات. عادت المفاوضات، والجديد هذه المرة هو ما أعلنه المبعوث الأممي عن فصل المسار السياسي والمفاوضات عما يدور في الميدان. هذا الفصل الغريب والذي يبدو كإشارة للميليشيا بمواصلة حربها بعيدا عن الملهات التي يديرها ولد الشيخ في الكويت، هو ما كان جار أساسا، وهو ما كان سببا في تعليق الحكومة لمشاركتها في الأيام الثلاثة الماضية. الفريق الحكومي الذي كان قد أعلن أنه لن يعود إلى المشاورات إلا بضمانات وقف إطلاق النار في تعز وفك حصار بيحان وتعز ووقف التحشيد في جبهات القتال، عاد إلى طاولة المفاوضات بعد إعلان المبعوث الأممي تشكيل لجنة لمتابعة ملف سيطرة الميليشيا على معسكر العمالقة فقط، فيما بقيت بقية المسائل على حالها. الفصل الذي اقترحه المبعوث الأممي بين المسارين العسكري والسياسي يعني استمرار الحرب من قبل الميليشيا واستمرار المفاوضات في حلقة مفرغة من التعطيل والمماطلة، وهو ما تطبقه الميليشيا حاليا على الأرض كما هو على طاولة المفاوضات أيضا. ولد الشيخ الذي يبدو كضابط إيقاع لتحركات الميليشيا لا شيء يهمه سوى الظهور نهاية كل يوم للإعراب عن تفاؤله المبهم، فيما الحرب تلتهم تعز وتمنع تحقيق السلام المنتظر في الكويت. تعز التي بقيت على الدوام خارج كل الحسابات السياسية والعسكرية تواجه حرب الميليشيا التي شملت كل الجبهات خلال اليومين الماضيين. مصادر محلية أكدت أن ميليشيا الحوثي والمخلوع تحاول استعادة السيطرة على مضيق باب المندب بعد أن دفعت بتعزيزات كبيرة مستغلة الهدنة التي أعلن عنها برعاية أممية. الجبهة الغربية وتحديدا في محيط مقر اللواء 35 مدرع تشهد مواجهات عنيفة بالتزامن مع قصف يستهدف الأحياء السكنية، كما تدور مواجهات عنيفة في منطقة الضباب وغيرها من المناطق، وكل ذلك ليس سوى تصديقا لما يريده المبعوث الأممي وفصله المريب بين ما يجري على الأرض وما يريده اليمنيون من مشاورات الكويت. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وأبدأ حلقتي مع ضيفي من الكويت رئيس منتدى الجزيرة للدراسات الدكتور نجيب غلاب. دكتور مساء الخير. يا مساء النور والعافية. أهلا بك دكتور. كما تعلم عاد الوفد الحكومي إلى المفاوضات من جديد، ما الذي تغير حتى يعود؟ أولا كان هناك جهود بذلت من قبل الحكومة الكويتية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي والدول الراعية، لكن تم العودة على أساس يعني أنه معالجة المواضيع وإعطاء ضمانات فيما يخص الاختراقات الحوثية، سواء يعني اختراقات إطلاق النار أو الاستيلاء على معسكر العمالقة. تم الاتفاق على تشكيل لجنة عسكرية من دول التحالف وأيضا أممية
وبشراكة من الجيش الوطني والجيش المحتطف، بحيث يتم التحقق مما حدث في معسكر العمالقة. ما الذي سيأتي به يعني هذه اللجنة؟ وكما تعلم اللجنة السابقة المشرفة على الخروقات مثلا في تعز الحرب قائمة ولم تحدث هناك أصلا هدنة، كما أيضا الخروقات لا زالت مستمرة في مأرب، في الجوف، في ميدي، في كل الجبهات. جميع يعني جميع يعني الاختراقات التي تحدث دائما ترفع بشكل يومي للأمم المتحدة. ايضا تم يعني يراد ايضا في الفترة القادمة تقوية لجان التهدئة بالذات في تعز، بحيث يكون هناك رقابة حقيقية ويكون هناك التزام كامل من قبل كيف نعم دكتور نعم دكتور نجيب، كيف ستكون الرقابة الحقيقية كما تقول؟ وكما تعلم الآن ولد الشيخ يعني يدعو إلى فصل السياسة عن الميدان، وهذا يعني ما يعطي الميليشيا الحق بمواصلة خروقاتها أو حربها في الداخل دون أي مراقبة ودون أي ضغوطات من المجتمع الدولي لإيقاف الحرب وإبداء حسنية لمفاوضات حقيقية. يعني صحيح أنه الحوثية دائما يعني تبني معوقات كثيرة لإعاقة هذه المشاورات، لكن الرؤية التي تقدمت بها اليوم الأمم المتحدة بعد قراءة يعني ومقارنة رواية الحكومة الشرعية مع رؤية الحكومة الشرعية مع رؤية الانقلاب، تقدمت الأمم المتحدة برؤية متماسكة ومتزنة وملتزمة بمقررات مجلس الأمن والمرجعيات الأساسية. نعم. ورفضتها الحركة الحوثية في آخر جلسة، وبالتالي هناك تحول، يعني في تحول، احنا ممكن نقول في تحول إيجابي الآن. ما هو التحول الإيجابي دكتور؟ التحول الإيجابي الذي تقصد ما هو؟ التحول الإيجابي في رؤية الأمم المتحدة أنها ملتزمة بالمرجعيات، ومسألة تشكيل سلطة انتقالية هذه تم رفضها التي قدمتها الرؤية الحوثية، وما زال المجتمع الدولي والإقليمي ملتزم ومؤيد للشرعية بشكل كامل وفق مقررات مجلس الأمن. هذا مسألة أصبحت محسومة، ومسألة نعم. أن الحوثيين يتلاعبوا نعم. بها إذا دكتور يراغوا. إذن نعم نعم دكتور، إذا كان هذا التقدم الإيجابي كما تعلم من قبل الأمم المتحدة، إذا أين تصب تصريحات ولد الشيخ بأنه يجب فصل السياسة عما يدور في الميدان؟ إذا كانت هناك الأطر يعني واضحة والنقاط التي أتى الجميع من أجل يعني مناقشتها ويعني اتخاذ الإجراءات لبدء تنفيذها، الآن كل يوم ولد الشيخ يظهر لك ب إجراءات جديدة وكأن الميليشيا تسعى من خلال هذه المفاوضات ل يعني المزيد من الوقت للمزيد الحصول على مزيد من التنازلات. أولا شوف، الحركة الحوثية ما زالت مستمرة في اختراقاتها، واليوم في نهم هناك تحشيد كبير وهناك حوالي 7 قتلى. نعم. وما زالت في تعز وباب المندب، لكن أنا يعني أرى أنه يرى ولد الشيخ أنه لابد أن تكون المشاورات مستمرة حتى لو كان الوضع في الميدان فيه تعديدات، لكن اليوم تم الاتفاق على وجود تفعيل اللجان والالتزام ورفع التقارير بشكل يومي، وأنا أعتقد إذا استمرت هذه الاختراقات أن الحركة الحوثية يعني أن سيمارس عليها ضغوط كافية. نعم. ما يهم اليوم هو أنه يعني المشاورات عادت، وبالتالي وقدمت رؤية من الأمم المتحدة، رؤية ملتزمة بالمرجعيات بشكل كامل وملتزمة بالبنود الخمس وفق هذا ليس جديد دكتور. دكتور نجيب، هذا ليس جديد على الميليشيا منذ وصولها في اليوم الأول إلى الكويت، وهي تقول ملتزمة، وهي أتت إلى المفاوضات على أساس أنها ملتزمة بهذه النقاط وأيضا بالقرار الأممي، لكن ما هو حاصل وما حقيقة ما يدور أنه مغاير تماما. الآن البعض يقول بأن يعني الآن تصريحات ولد الشيخ الأخيرة في أو طريق الإجراءات التي يعني جاء بها من جديد هي عبارة عن ضوء أخضر للميليشيا لكي يعني تتوسع أكثر، لكي تسيطر أكثر وتكون ورقة مفاوضات أقوى بالنسبة للميليشيا. لا أعتقد أنه توسعها سيعطيها ورقة أقوى في المفاوضات. الحركة الحوثية من ناحية واقعية نعم. هي في حالة ضعف وانهيار، وأنا أعتقد أني إذا استمرت في هذه الاختراقات وفي التوسع
وفي استخدام العنف واستمرار يعني استمرار ممارسة الأعمال العدائية. هذه المسألة المجتمع الدولي والإقليمي اليوم يراقب بشكل كامل ما يحدث في اليمن. نعم. وصحيح أن الحركة الحوثية متهورة ومصرة على اتباع استراتيجية من يسيطر على الأرض وعلى العاصمة هو من سيفرض شروطه. أنا يبدو لي أن هذه الاستراتيجية غير قابلة للعمل في ظل يعني في ظل رقابة دولية وإقليمية. نعم. وفي ظل تحولات جذرية. نعم. وبالتالي الحركة الحوثية صحيح أنها تقامر، لكن بالأخير سترضخ للواقع، وإذا لم ترضخ أنا أعتقد أن العالم كله سيجمع على محاربتها واستئصالها. نعم دكتور، إذن كما تعلم في المقابل وفد الحكومة المفاوض يعني أمام يعني تصلب الميليشيا على مواقفها وعدم التقدم بأي خطوة نحو حلول جذرية وحقيقية في هذه المفاوضات، يعني الحكومة تبدو ضعيفة في موقفها أمام الميليشيا، لماذا؟ ما ليست ضعيفة بالشكل يعني كما يتصور، لكن أنت تشوف حكومة مسؤولة، يعني هي تتعامل مع ميليشيات متهورة ومتمردة وفوضوية وليس لديها ما تخسر. نعم. وبالتالي لكن الحكومة هي مسؤولة مثلها مثل المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي. نعم. وبالتالي هم يمارسوا الصبر والتأني وممارسة. نعم. الضغوط يعني بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف. نعم. يعني الحكومة لن تتنازل وستصر وستصمت حتى تحقق أهدافها. صحيح أنها يعني أحيانا تبدو أنها تقدم تنازلات للميليشيات، لكن هي ليست تنازلات بما يهدد الأهداف. وهل تتعامل نعم دكتور، وهل يتعامل المجتمع الدولي في هذه المفاوضات مع الميليشيا بأنها ميليشيا وهي انقلاب، أم هناك يعني تفاوض مغاير ويتعامل معها بطريقة الطرف الند أمام الحكومة الشرعية؟ هي الحوثية تحاول أن تجعل من نفسها ند، لكن من ناحية واقعية الجميع يتعامل معهم كطرف انقلابي متمرد وميليشيا، ولا يتعاملوا معهم أبدا باعتبارهم دولة. الحكومة يتعامل فقط الدولة والشرعية المعترف بها هي هادي وحكومتها، وهم الممثلين يعني الشرعيين للدولة اليمنية. نعم. ويتعاملوا الجميع بلا استثناء يتعامل. نعم. مع الحركة الحوثية كحركة انقلابية متمردة. صحيح أنهم يعني يستقبلوهم يعني يكونوا الطرف الآخر في طاولة المفاوضات، هذه مسألة يعني طبيعية. نعم. لكن بالأخير إلى أين سنصل؟ سنصل إلى إنهاء هذا الانقلاب سواء. نعم. عبر العملية. نعم. السلمية أو بتفعيل عملية الحرب في حالة فشلة الأمور. أشكرك جزيل الشكر رئيس منتدى الجزيرة للدراسات الدكتور نجيب غلاب، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. ينضم إلينا الآن من تعز المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي مساء الخير. يا مساء النور أخي، اهلا بك استاذ عبد الهادي. كما تعلم في الوقت الذي يعني يعلن والد الشيخ ان هناك تقدم وان هناك المفاوضات جاريه بشكل ايجابي، تزداد يعني حده المواجهات والقصف والحرب في تعز، لماذا برايك؟ من اجل تحسين الوضع التفاوضي نفسه للجماعه التي تدفع الى تعزيز مواقعها، هي تريد ان تعود الى حصار كامل لمجموعه 400 الف نسمة من السكان حتى تستخدمها ورقة ابتزاز لفرض نفسها. الحوثيون وصالح أطراف الانقلاب في الكويت يسعون للحصول على شرعية وجود. هذه. نعم. شرعية الوجود لن تتأتى إلا بمقدار تقدمهم على الأرض، وبالتالي هم يستغلون هذه المسألة من أجل غطاح أنفسهم أن هناك حربا أهلية في اليمن وهم. نعم. فرص وليسوا انقلاب. نعم. إذن أستاذ عبد الهادي، لماذا اختارت الميليشيا والرئيس المخلوع بهذه الورقة تعز دون غيرها من بقية الجبهات؟ كما تعلم هناك في مأرب، في الجوف، في نام، في ميدي، في البيضاء، لكنها تصر على تعز بشكل كبير وتقاتل فيها بشراسة بعكس يعني الجبهات الأخرى، ولم يعني لم يحدث أي توقف للحرب في تعز طيلة هذه الفترة التي أعلن عن أنها هدنة في بين أطراف يعني مع الميليشيا في الحرب. الصالح والميليشيا نفسها التي يسميها الآن بالجيش التي تقاتل في تعز تعرف تماما جغرافية الجمهورية اليمنية بشكل دقيق، تدرك أهميتها أكثر من السلطة نفسها.
وتدرك أن تعز عقدة المنشار في القضية اليمنية وهي العقدة الأساسية في القضية الوطنية اليمنية إجمالا. وإذا جردت التراخي في تعز فسوف تمتك المسألة العقدة السكانية الكبيرة من تعز إلى صنعاء بما فيها أب وأيضا الساحل الغربي الحديدة وتهامة إجمالا، فسوف تشتد المعارك وهي من تشكل الآن نقطة الضغط على كل جبهات المقاومة. نعم. تعز الأكثر سكانا، تعز الأعلى صوت أيضا، تعز الأكثر تواجد، ربما تعز تكون هي المشروع الوطني. نعم. بشكل عام الذي يسعى صالح للحفاظ عليها، وهذا ما لم تستوعبه أطراف كل من الحكومة الشرعية والتحالف العربي. نعم. تعز قضية محورية لو جرى توجيه الاهتمام إليها بالقدر الكافي مخزن بشري كبير، أيضا هنا باب المندب بالمقابل وهو الأهمية الاستراتيجية للبلد تكمن في هذه المحافظة. نعم. وبالتالي الضغط عليها هي إبقاء ورقة قوية جدا جوكر في مسألة اللعبة نفسها يتحكم بها صالح. اليوم ربما السلاح الذي جرى نهبه من حتى من مخازن العمالق قد وصلت الآن باتجاه ذباب وباب المندب، والكمية الأخرى تتجه باتجاه راهدة وتشدد الحصار على تعز. نعم. إذا بالنسبة أستاذ عبد الهادي العزازي لنجلة التهدئة أو المراقبة على الخروقات في تعز، هل لا زالها أي دور في المدينة أم متوقف؟ يا سيدي، لجنة التهدئة اختيرت شخصيات من تعز، أنا متأكد أنها لا تمتلك لا ناقة ولا بعير في الجيش المتقدم، هناك قيادة حقيقية لهذا الجيش، وهؤلاء ليسوا سوى غطاء حقيقي لهذه المسألة. صالح لم يكن قاد، ولا جماعة الانقلاب لم تكن قادة في تشكيل اللجنة، فشكلت ثاني شخصيات في تعز تريد إيصال رسالة للعالم أن ما يحدث في تعز هو صراع بين تعز وتعز. نعم، تكرم بالبقاء معنا أستاذ عبد الهادي. نشرك معنا في الحديث المسؤول الإعلامي للوفد الحكومي في مفاوضات الكويت الأستاذ محمد عمراني. أستاذ محمد مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. اهلا بك استاذ محمد معنا. يعني بعد 3 أيام من تعليق مشاركه الحكومه في المفاوضات في الكويت عادت الحكومه، ما الذي تحقق بالنسبه للحكومه من مطالبها حتى تعود لهذه المفاوضات؟ اهلا وسهلا بكم. بالحقيقه اولا انا لست المسؤول الاعلامي، انا منسق التواصل في الوفد المساند. نعم. وانا نائب رئيس المركز الوطني للمعلومات، وهذه هي الصفات الرئيسيه بالنسبه لي. نعم. أما بالنسبة للمفاوضات في الحقيقة أنتم تعلمون أمس يعني كان هناك اتصالات واسعة حقيقة من قبل كل الأطراف الدولية بالنسبة للوفد بناء على أو على أساس العودة إلى طاولة المشاورات. بالأمس جاء السيد عبد اللطيف الزياني والتقى بالوفد، ثم التقى أيضا بإسماعيل ولد الشيخ، ثم حصل لقاء ثلاثي في النهاية بين إسماعيل ولد الشيخ وبين عبد اللطيف الزياني وبين أعضاء من الوفد الحكومي، وكان هناك نقاش مستفيض حول هذه القضية، قضية تعليق المشاورات وقضية معسكر العمالقة وأيضا موضوع محافظة تعز وما تتعرض له من القصف. تم الاتفاق على أن تشكل لجنة الدي سي سي أو اللي يسمونها لجنة التهدئة، على تشكل لجنة من قبلها وترفع تقرير عن أحداث اللواء خلال 72 ساعة، وحتى الآن 72 ساعة لا زالت لم تكتمل، تضع توصياتها هذه اللجنة، وعلى الجميع على جميع الأطراف الالتزام بهذه التوصيات. طبعا الحوثيون هم ينفون بالنسبة لهم دخول المعسكر، وهذا ما عقد المسألة أيضا، ولذلك يحتاجون إلى فعلا زيارة ميدانية تتأكد من الوضع الحقيقي وتتأكد من بقاء الأسلحة وهذا الكلام، وستكون هناك لجنة. نعم. نعم. تحت إشراف وغطاء الأمم المتحدة. نعم. وبضماناتها. نعم أستاذ محمد، تدخل يعني أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف الزياني في مفاوضات مباشرة مع وفد الميليشيا، هل باعتقادك سيغير ويعجل من أو يقارب بين وجهات النظر وتصدق الميليشيا في الدخول في مفاوضات حقيقية تبدأ بالتنفيذ، أم أنها عبارة عن يعني مثل ما يعني سبقتها من يعني من لقاءات؟ كما تعلم حتى على مستوى أمير دولة الكويت التقى بالميليشيا وأعطوا وعود وبعد ذلك نقضوا العهود، والآن بنفس الطريقة أمين عام مجلس التعاون الخليجي. إذن ما هو الجديد الذي ممكن يطرأ من هذه اللقاءات التي يقوم بها ويبذلها الجميع من أجل تقريب الميليشيا لحلول حقيقية؟ أنت بالحقيقة تقول الميليشيا، وهي لفظة
واضحة، أقصد لها مدلولاتها من حيث التمرد، من حيث اللامبالاة، من حيث اللامسؤولية، من حيث عدم القدرة على تخيل المستقبل. نعم هذه ميليشيات، ونحن نتعامل مع هذه، يعني وفدنا الحكومي أقصد يتعامل مع هذه الميليشيات على هذه الحقيقة، أن هناك نحن نتحدث كمسؤولين عن الشعب اليمني، وندرك تماما الأحداث التي تصير، وما يمكن أن تؤول إليه هذه الأحداث، وما يمكن أن تؤدي إليه استمرار حالة الحرب. لذلك يتصرف الوفد الحكومي بمسؤولية كاملة، ويحاول قدر الإمكان أن لا يكون هو الجزء المعطل أو الجزء المعرقل لأي عملية سلام. كل نعم. الجهود الدولية يتعامل معها بإيجابية، يتعامل معها بمسؤولية، يتعامل معها بمصداقية. هؤلاء لا يفون بالتزاماتهم، هذا أمر يخصهم، ونحن في الحقيقة في مرحلة كشف النوايا، نريد أن نضعهم أمام حقائقهم أمام العالم كامل. نعم. طيب أستاذ محمد، البعض يعتبر بأن وفد الميليشيا على الأقل إلى هذه اللحظة نجح في المهمة الأهم بالنسبة له، وهي إيقاف الطيران التحالف المشارك في الضربات الجوية في الحرب في اليمن. في المقابل هناك يعني لم تقدم مثلا الشرعية أي خطوات مثلا تخدمها في المفاوضات، تضغط أكثر عن لتطبيق القرار الأممي 22/16. أنت كيف تقرأ من وجهة نظرك؟ أنا قلت لك بأنه هذه الدول وهذه تتحمل مسؤوليتها بشكل كامل، والاتفاق على وقف إطلاق النار من السهل مراقبة الطيران، لكن ليس من السهل مراقبة الأعمال الميدانية، فكل واحد ممكن أن يتهم الآخر، وكل واحد ممكن أن تحتاج إلى لجان دولية كبيرة من أجل مراقبة وقف إطلاق النار. هذه عملية إجرائية، عملية فنية، أعتقد أنها بحاجة إلى الكثير من الجهد من أجل تثبيتها على الأرض، بينما المسألة في الطيران مختلفة تماما. لكن مثل ما ذكرت لك بأنه الجهة الحكومية تلتزم وإلى حد كبير على الأقل، أقصد ولن يكون هذا طبعا إلى اللا نهاية. نعم. لن يستمر هذا الصبر، ولن يستمر هذا الكذا إلى ما لا نهاية. هناك أكيد حدود للصبر، وهناك أكيد حدود لهذه للقبول بهذا الوضع. نعم. ما هي المساحة الأخرى من وجهة نظرك أستاذ محمد التي ممكن تمتلكها الحكومة، وفي حال استمرت الميليشيا بما هي عليه في هذه المفاوضات وستتخذها وستغير من يعني ما يدور سواء في الداخل أو على مستوى المفاوضات السياسية؟ أنا أعتقد أنه أولا يجب أن تتضح الصورة الحقيقية لهذه الميليشيا أمام العالم كله، وهو ما يحصل حاليا حقيقة. سفراء الدول ال 18 وسفراء المجموعة الخمسة، وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت قد رفعت سقف توقعاتها من قبول الميليشيا بالحل، اليوم الأمور تتغير على الواجهة السياسية بسبب نعم. ما نقدمه من صبر وتحمل. ولهذا أنا أقول لك بأنه سيكون هناك طاقة احتمال معينة، أعتقد أنها نعم. ستصل إلى ذروتها، وستصل في النهاية إلى حد معين. نعم. وبعدها يمكن لكل حادث حديث، الخيارات نعم. مفتوحة، كل الخيارات مفتوحة، وليس هناك شيء أن يجبر الأطراف، هذه الأطراف كلها، على الخضوع لميليشيا نعم. منسلكة. هناك إجراءات يمكن أن يتخذها المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي نعم. والقوة اليمنية أيضا الشرعية اليمنية. نعم، تكرم بالبقاء معي أستاذ محمد. أعود للأستاذ عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، من الواضح أن تعز لا تزال خارج إطار التفاهمات السياسية والميدانية أيضا، إذا كيف ستتعاملون في تعز مع ما يدور وما تتعرض له تعز من حرب ممنهجة من قبل الميليشيا؟ بالنسبة لتعز، لديها قوات موجودة على الأرض، وهي تتعامل مع الاختراقات، تتعامل مع استمرار الحرب، ولا نقول الاختراقات، الحرب مستمرة، الجبهات مشتعلة سواء في الغرب أو في الشرق من المحافظة أو على الدائرة المستديرة حول المدينة، العملية مستمرة، وسواء كان الطيران يغطي جزء، لكن أيضا المقاومة متقتلة بتغطية الجزء الباقي، وهي نعم. تتعامل على هذا الأساس. الميليشيا تريد وفد الحكومة أن ينسحب لتقول للعالم أنها هي كانت ملتزمة بالمفاوضات والحكومة لم تلتزم، فبقى أيضا وفد التفاوض في مكانه ويراوح في نفس المكان، ويرتع عليه أن يرتع فقط من سقفه في الاعتراضات، وعليه أن يسعى إلى فضح الميليشيا أمام العالم، وعلى العالم أن يعي أن هذه جماعة انقلاب.
نعم. على البقية المتفائلين جدا هذه الجماعة لن تستسلم ولن تحترم أي اتفاقات ولن تصل إلى هدنة. نعم. وبالتالي مع الآن الجبهات صامدة في كل هذه المناطق وهي تعمل رغم تارق التسليح الكبير، لكنها أيضا تحمل قضية معها قضية أساسية. نعم. ولا يمكن أن تستسلم، وهي مباشرة ترد على كل الهجمات التي تعرض لها سواء. نعم. في منطقة المطار القديمة الغربية من المدينة أو الجبهة الغربية أو الشرقية. نعم. أو الشمالية من المدينة. نعم. أو الجبهات في كل من كريش والراهدة والخط الواصل بينهما أو في المنطقة الغربية على سواحل باب المندب. نعم أستاذ عبد الهادي، هذه العملية تستمر. نعم أستاذ عبد الهادي، الجيش والمقاومة الشرقية صامدون. نعم. ومحتاجون إلى المساندة. نعم كلمتك الأخيرة قبل أن أودعك أستاذ عبد الهادي العزعزي للمتفاوضون في الكويت وأيضا للتحالف والحكومة الشرعية في ما يدور في تعز أو تقديم الدعم لتعز أو ما تريد، تفضل. بالنسبة للكلمة الأخيرة نقول أن تعز هي العقدة الأساسية في إسقاط الانقلاب، ويجب أن لا يتم التخلي عنها، وهي إلى الآن لم تتخلى لكنها بطيئة في العمل. على الحكومة الشرعية أن تعيد ترتيب أوراقها، وعلى المقاومة والجيش الوطني إذا أرادوا فعلا أن يكون هناك سلاما داعم أن يكونوا أكثر استعدادا للحرب. إذا أردت السلام عليك الاستعداد الكامل للحرب. نعم شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. عودة أخيرة إلى الأستاذ محمد عمراني من الكويت. أستاذ محمد، إذن سؤال أخير، هل تعتقد بأن مسار المفاوضات سيفضي خلال الأيام المقبلة لحلول سيلمسها المواطن اليمني في الداخل؟ ستتوقف هذه الحرب؟ دعني في البداية أشير إلى ملاحظة مهمة أنت ذكرتها بأن موضوع تعز هو خارج أجندة الحوار، وهذا أمر غير دقيق وغير صحيح. تعز حاضرة بكثافتها. حاضرة أستاذ محمد، حاضرة، لكن حاضرة ما يدور على الأرض لا زالت الميليشيا. نعم أستاذ محمد، لا زالت حربها على تعز لم تتوقف للحظة واحدة. كما تعلم كل الجبهات حدثت فيها تهدئة وخروقات، لكن تعز الميليشيا مصرة على القصف، مصرة في جبهاتها، بل يعني زاد الحصار على تعز، بل زادت القصف على تعز يوم وراء آخر بعكس المناطق الأخرى. كل هذا الكلام حاضر داخل المشهد التفاوضي، وهو حاضر في على الطاولة بشكل قوي جدا. الخروقات مستمرة والحرب مستمرة على كل الجبهات، وهذا الذي حصل. كل ما حصل حتى الآن هو توقف للطيران، كل ما حصل على مشهد الحرب هو توقف للطيران، وهناك استغلال وهو مرصود ومسجل وموثق. وسيتم التعامل معه. ما قيمة هذا التسجيل المرصود والموثق أستاذ محمد إذا كان المجتمع الدولي غير جاد على الضغط على الميليشيا لإيقاف هذه الحرب وإيقاف هذه الخروقات وهذه الحرب التي تقودها على اليمين؟ قلت لك سابقا بأننا نتعامل مع الميليشيا، والميليشيا هذه مطلوب فضحها للعالم. هي أعلنت أنها مستسلمة للقرار الأممي، أعلنت أنها ستسلم الأسلحة، أعلنت أنها ستنسحب من المدن، وجاءت الحوار على أساس هذه السقوف. حينما وصلت إلى هنا بدأت في التمرد. نحن نقول للعالم بكل وضوح أن هذه الميليشيا تسعى إلى خرق الحرب، وتسعى إلى قلقلة المجتمع، وتسعى إلى تكوين سوق سوداء اقتصادية تسعى من خلالها إلى الغنى الفردي. كل هذه الأمور تتضح الآن الصورة أمام المشهد الدولي. نحن سنصبر إلى حد معين في اعتقادي، وربما بعد ذلك تتغير الأمور سواء نحن أو المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي. نعم. هناك ضغوطات تمارس على كل الأطراف من كل الجهات، سننظر في هذه الاتجاهات وفي هذه الضغوطات، ومن ثم لكل حادثة حديث. أما أن موضوع تعز ليست حاضرة في المشهد، فهي حاضرة في المشهد، وكل يوم تحضر تعز في المشهد، ونطالب بشكل مستمر من الأمم المتحدة ومن الدول الراعية إلى فك الحصار عن تعز، وهي واحدة من أهم النقاط، فك الحصار عن تعز وتوقف قصف المدنيين. هذا أمر مهم. أما مسألة نتائج المشاورات وما يمكن أن تقول لي، فأنا دائما نقول أن هناك أمل، وإن كان الإنقلابيون يسدون كل المنافذ ناحية هذا الأمل، لكن تبقى الآمال موجودة، ونحن سنسعى قدر الإمكان بأنه نعم. وفدنا يسعى قدر الإمكان بأنه يحصل على السلام. نعم. وبأنه يوفر أستاذ محمد أستاذ محمد، سؤال أخير، يعني المتابع لمجريات المفاوضات في الكويت، يظهر وفد الميليشيا بأنه الطرف الأقوى في المفاوضات، وأن الكلمة الأولى والأخيرة هي له، بعكس يعني الطرف الآخر الشرعي الذي يملك القرار الأممي، الذي يملك المجتمع الدولي، الذي يملك التحالف العربي. لماذا؟
هذا الكلام غير دقيق بالمرة. ولو اطلعت اليوم على رؤية الأمم المتحدة المقدمة للوفد الحكومي وللوفد الحوثي، الرؤية التي قدمتها الأمم المتحدة كانت متسقة إلى حد كبير مع رؤية متفقة، ولكنها في 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 مساحات مطاطية، يعني من خلالها يعني الميليشيا يعني يعطيها يعني أن تلعب على أي بند من هذه البنود. لا، ليس هناك مطاطيات، هي بدأت بالانسحابات وانتهت بالعملية السياسية تماما كما حصل مع الرؤية التي قدمها الوفد الحكومي. بدأت بالانسحابات وأيضا إزالة العوائق من عودة الحكومة وتسليم الأسلحة، وكل هذه نقاط مذكورة. صحيح هناك بعض الأفخاخ، لكن أيضا سيتم التعامل معها، وإلا لما كان الحوار والنقاش هو أساسا من أجل تفكيك هذه الرؤى والخروج بها. لكن نعم، أن أقول أن الميليشيات انتصرت والميليشيات كذا، هذا كلام غير دقيق وغير صحيح في نعم تصوري. شكرا جزيلا عضو الفريق الفني لمشاورات الكويت الأستاذ محمد عمراني، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. الشكر أيضا للمحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي كان معنا من تعز، وكذلك الشكر للدكتور نجيب غلاب كان معنا عبر الهاتف من الكويت. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن، في أمان الله.